الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته لدهر الدهور الى ابد الابدين كلها امين. اشكر الله وافرح بوجودي في وسطكم في هذه الكنيسه المباركه، واشكر محبه الاباء ودعوتهم للخدمة، وأنا ما استاهلش إن أنا أتكلم في وجود هؤلاء الآباء المباركين، لكن ربنا يعطيني كلمة زي ما قال معلمنا بولس الرسول صلوا من أجلي كي يعطيني الرب كلمة عند افتتاح الفم، كما أنقل إليكم صلوات وبركات حاضر صاحب الغبطة القداسة البابا المعظم الأنبا تودر في الثاني أطال رب عمره وحياته، وأيضا محبة حضر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مينا. ربنا يبارك في حياتكم كلكم وكنيسة العذراء وكنيسة أم أثناسيوس الرسولي بكهنتها وشمامستها وكل خدماتها، لها معزة في قلبي. وأنا في الحقيقة ما فيش مرة أزور كندا إلا وأخذ بركة الكنيسة، وكنا موجودين في العشية مع بعض امبارح. موضوع تأملاتنا بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس إنجيل قدس هذا الصباح المبارك ده بنسميه الأحد الثاني من شهر أبيب. وليه بقول الحد الثاني؟ لأن الشهر بشمس وبقونا كنا بنتكلم عن الروح القدس وعمله في الكنيسة. شهر أبيب كررت فيه الكنيسة القراءات عن تأسيس الملكوت أو عمل الروح القدس في تأسيس الملكوت على الأرض، والملكوت على الأرض اللي هو الكنيسة. وقسمت الكنيسة أحد شهر أبيب، أحد الماضي كان الحد الأول كان الإرسالية، عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2-2 إلى كل موضع، وختم فصل الإنجيل في لوقا 10 وقال لهم لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السموات. ودي أمنيتنا اللي احنا بنتطلع ليها، واللي بيقولها الأب الكاهن في ختام القداس الإلهي في الطلبات، اكتب أسماءنا مع صفوف القديسين في ملكوت السموات. وما جاء الأحد الثاني بنعمة ربنا بنسميه قامت الملكوت. قامت الملكوت، وده قامت الملكوت هتشوف درس عملي من خلال وسيلة إيضاح قدمها رب المجد يسوع المسيح للتلاميذ. الأحد الثالث نعمة ربنا الأحد القادم بنسميه أحد البركة، وده بنقرأ فيه معاودة الخمس قداس سماكتين. ثم الأحد الرابع نتكلم عن القيامة، وهو إقامة العذر من الموت. قدمتك الكنيسة الإرسالية الخدمة، ثم قدمت لك قامة الملكوت، ثم قدمت لك البركة، ثم قدمت لك القيامة. في قامة الملكوت النهاردة فصل الإنجيل اللي اتقرا إنجيل معلمنا متى البشير متى 18 ده بنسميه الطفولة وملكوت الله، أو الملكوت والطفولة. والشغل بتاع الإنسان أو اللي بيشغل الإنسان هو كلمة العظمة، كلمة العظمة. كل واحد فينا نفسه يكون عظيم، فالإنسان بيبحث عن مقاييس العظمة
في العالم. مقاييس العظمة في العالم سواء من العلم أو من المال أو من المركز أو من القوة أو شعبيته، دي كلها مقاييس عظمة أرضية. فكانوا التلاميذ بيتحاورون في بينهم من هو الأعظم. لو كان إنساناً ربنا اداله العظمة وصار عظيماً يتحول إلى متكبراً، لو كان إنساناً بسيطاً فيتحول إلى إنساناً متدمراً. فلو العظمة قل شوية من حياته يبقى متدمر وغير راضي عن نفسه وغير راضي عن مجتمعه وغير راضي عن مكانه إلى آخره. ولو كان يملك كل شيء أصبح إنساناً متكبراً فيسقط في الخطية. فالتلاميذ كانوا بيتحاورون فيما بينهم ويقولوا من هو الأعظم. طبعاً يسوع عالم بأفكارهم واللي هم بيفكروا فيه، فابتدى ربنا حب يديهم درس عملي. درس العمل ده من خلال وسيلة الإيضاح، وانت عارفين الدرس العملي أو وسيلة الإيضاح دي من أبسط الأمور وأسهل الأمور وتقرب المفهوم للإنسان بسرعة. فدعا طفل عصبي ولد يعني وأقاموا في وسطهم وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلم تدخلوا ملكوت السماوات. كل الجموع اللي كانت مجتمعة فكروا هو دعا الطفل ليه؟ هو هيسأل الطفل في حاجة معينة؟ هو الطفل هيجاوبنا؟ هو الطفل هيتكلم معنا إحنا؟ وهل الطفل لما ربنا دعاه اعترض؟ فكلهم كانوا بيتخيلوا هذا المنظر أو هذا الموقف، إيه النتيجة بتاعته؟ فربنا قال لهم هما كلمتين اتنين، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد. جايز كلمة أولادي إحنا بنسمعها كتير، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. وكلمة أولاد بنسمعها كونوا أولاد في الشر، أما في ذهنكم فكونوا كاملين. فالنهاردة عايز أقول لك إيه مقاييس العظمة من خلال الطفل اللي ربنا اختاره وأقامه في وسط الجامع. أولاً يتميز الأطفال بالإيمان. يتميز الأطفال بالإيمان، يعني الطفل بمجرد ما بتقول له حقيقة إيمانية مش بيعارض، والطفل مجرد ما تقول له كلام بينفذه، والطفل بمجرد ما تدعوه يأتي، والطفل مجرد ما بيتكلمه بيسمع. اعمل مقارنة بقى بين الطفل وبين الكبير هتلاقي العكس. ممكن الكبير يعارض، ممكن الكبير يقول هقول رأيي، ممكن يقول أنا حر في الكلام اللي أنا هقوله، وممكن يعارض وممكن ما يجيش وممكن يتأخر. لكن ربنا يقول لنا النهاردة نفسي يبقى فينا إيمان الأطفال. إيمان الأطفال، عارفين الأم لما بتقف في المعمودية والأب الكاهن يجحد الشيطان يقول له قولي وراي أجحدك يا الشيطان، قولي أؤمن بإله واحد، قولي أعترف لك أيها المسيح إلهي، آخر كلمة يقول لها أمنتي. أمنتي على هذا الطفل؟ أمنتي على هذا الطفل؟ أنت مسؤولة كأم وأنت كأب مسؤولين كأسرة عن الإيمان في الأطفال اللي إحنا بنجيبهم، بنبدأ من أول سواء طفولة في مدرسة الأحد أو في مرحلة الفتيان أو في مرحلة الشباب أو الشباب إلى آخره. يعني عايز أقول لك إحنا مسؤولين قدام ربنا من ساعة استلامك للطفل من الجرن المعمودية من إذ الأب الكاهن وأعلنت مسؤوليتك، أنت مسؤولة عن هذا الإيمان.
لما تقروا في تاريخ الكنيسة في الكتاب المقدس تشوف الإيمان في حياة الآباء. يقول معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك في الخلاص في المسيح يسوع. منذ الطفولية الكتب المقدسة، أيها كتب الكنيسة، تعاليم الكنيسة. إحنا بنحط الإيمان في قلب الأولاد. أنت ما قلتيش أمنت 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 3 مرات إلا لما تقول بقى مع داود النبي: آمنت لذلك تكلمت، آمنت لذلك تكلمت. فالإيمان في حياة الأطفال هو المفروض يكون الإيمان في حياتنا. تقول يعني ما نعرضش، ما نقولش رأينا؟ لا، إحنا نقول رأينا، بس كل شيء يكون بلياقة حسب ترتيب. نمرة 2، الأطفال مشهورين بالبساطة، مشهورين بالبساطة. بساطة الأطفال دي يعني تفرح القلوب، والطفل البسيط ده بيفرح والديه. والطفل البسيط في الكنيسة، ياما الكنيسة فيها قديسين بسطاء عاشوا زي الطفولة بالضبط اللي عاشوها في حياتهم. تقول لي بساطة الأطفال، أتذكر في مرة من المرات خدمة في مدرسة الأحد، قالت: يا أولاد مين عايز يروح الملكوت؟ سؤال مجرد في مدرسة الأحد، مين يا أولاد عايز يروح الملكوت؟ بتقول الخادمة دي: كل الفصل رفع إيديه ما عدا واحد بس ما رفعش إيده. فاستغربت، قالت: طب أسأله، تعال يا حبيبي، أنت مش عايز تروح الملكوت؟ قال لها: لا عايز أروح. طب أنت ما رفعتش إيدك ليه؟ قال لها: أصل أنا ماما علمتني من حياة البساطة بتاعتنا إن إحنا ما نروحش مكان إلا ما نشاورها الأول. قالت: ياه. فالخدمة الطفل ده إدى درس أعظم من الدرس نفسه اللي كان بيتعاطى. قال الطفل: ما رفعش إيده لما يشاور باباه وشاور مامته الأول. بساطة الأطفال. عشان كده مقاييس العظمة إيمان الأطفال، بساطة الأطفال، 3 محبة الأطفال. محبة الأطفال، الأطفال ما عرفوش الخصام، ما عرفوش الزعل، ما عرفوش البغضة، ما عرفوش الكراهية، ما عرفوش الأمور دي كلها. فممكن الأطفال بيلعبوا مع بعض، ممكن يتخانقوا مع بعض وبسرعة يصطلحوا، لكن ممكن الكبار يتشاجروا، الأطفال يصطلحوا في لحظة والكبار يقعدوا سنين صعبان عليهم واخد على خاطرهم من بعض. عشان كده محبة الأطفال محبة حلوة خالص. وكنا زمان نعلم أولاد مدرسة الأحد والعيلة واحدة، كلنا زي ما علمتنا مع بعضنا أكلنا وفي شربنا وفي لعبنا. إذا عيلة واحدة، هي دي اسمها عيلة المسيح أو الكنيسة المقدسة اللي إحنا بنعيش فيها دلوقتي، اللي بنأسس فيها الملكوت على الأرض. الأطفال أيضا من طبيعتهم التسامح، التسامح، يحبوا بعض ويسامحوا بعض. قريت قصة عن أطفال كانوا بيلعبوا مع بعض، مع بعض. لما تشاجروا الأطفال مع بعض، وصل الخبر للأسرتين الكبار. الأسرتين الكبار صعب عليهم. إيه رأيك؟ الكبار قالوا: إحنا لازم ناخد موقف
ولازم نعمل ونعمل ونعمل حاجات من دي، حاجات العالم يعني. فراحوا تجاه القضاء يشتكوا هؤلاء الأطفال، رجعوا لقوا الأطفال بيلعبوا مع بعض. فافتكرت المثل اللي بيقول بيعملوها الصغيرين يقعوا فيها الكبار. عشان كده حبايبي كبار لابد يكون في تسامح بينهم وبين بعض، وكبير يعرف الزوج والزوجة، الزوج على قد ما نقدر نفهم مقومات البيت المسيحي اللي هو بيأسس الملكوت على الأرض اللي المسيح جه يأسسه النهارده. فبقدم لنا إيمان الأطفال، وبقدم طموح الأطفال وبساطة الأطفال ومحبة الأطفال. الحاجة الأخيرة عشان ما أطولش عليكم، بيقول لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلم تدخلوا ملكوت السماوات. أنتوا الأول بتدوروا على الملكوت، مش لما ترجعوا الأول تبقوا زي الأولاد. أنتوا رجعتوا، أنتوا اتغيرتوا، أنتوا أسلوبكم اتغير، أنتوا بتبحثوا عن العظمة وملكوت السماوات، مش تشوف الأول أنتوا هتدخلوا السماء ولا لأ. فعشان كده قال لهم ترجعوا تصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت. ادخلوا الملكوت والفضائل اللي ربنا اداها لنا وعلمها لنا، تقدروا بعد كده تعيشوا العظمة الحقيقية اللي عاشها القديس يوحنا المعمدان، وصار أعظم مواليد النساء. ليس بين مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان. وتشوف حياة يوحنا المعمدان في حياته، ولما كنا بنتكلم عن عيده الشهر اللي فات كنا نتكلم اسمه فخر نسيب عمانوئيل. تعالوا اسمعوا الملك سقدوس بيتكلم بيقول ايه عن يوحنا المعمدان. نفسنا احنا فعلا نبقى رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس، يروا الناس أعمالنا الحسنة حيمجدوا أبانا الذي سر. تقول لي نرجع بقى، ده موضوع تاني بقى، ازاي نرجع بقى؟ نرجع نعيش الإيمان. شوف يوحنا ثلاثة الحوار بتاع نيقوديموس معلم اليهود لما قالوا ازاي تولد الإنسان مرة تانية. شوف الإنسان يعيش، يبدأ حياته من جديد، يصحح طريقه، يبدأ يقدم توبة حقيقية، يقدم اعتراف، يرتبط بالكتاب المقدس، يرتبط بالكنيسة، يتغذى بالأسرار المحيية. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويجعل الملكوت نصيب كل واحد فينا. ونحط الآية قدامنا النهاردة في قامة الملكوت، إن لم ترجعوا تصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات. شفاعة ست العذراء القديس أثناسيوس الرسولي وبر القديس العظيم الأنبا ثكلى هيمنوس، ده شفعنا في اسكندرية لأن أنا أساسا من هناك. أردت المجد الدائم من الآن وكل أوان وكل آمين.